إذا لبث قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء عراني. عبادة الشكر أيها الإخوة، ونحن في هذا اليوم نجدد الشكر لله رب العالمين أن وفقنا لطاعته، وأن يسر لنا عبادته، وأن سخرنا لطاعته ومحبته سبحانه وتعالى. نعمه علينا كثيرة، وما منكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ تأكلون خيره وتعبدون غيره؟ إن هذا لشيء عجاب، سبحان الله العظيم. وقفة مع هذا الشعار، أولا الله أكبر. إنك تكبر الله على كل شيء في حياتك، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الطواغيت والظلمة، الله أكبر من الهوى، الله أكبر من كل مخلوق وجده في هذه الدنيا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا أنت يا رب العالمين، ولا يستحق العبادة سواك، لأنك خلقتنا ورزقتنا وأطعمتنا وأوجدتنا، فمن يستحق العبادة إلا أنت يا رب سبحانك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت كما قال الله تعالى وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الكرام، أنا أول المسلمين. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله تكبير، تهليل، ثم حمد لله سبحانه وتعالى. ولله الحمد، لك الحمد يا رب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، فحق أن نحمدك يا رب العالمين سبحانك. ثم المتأمل أيها الأحباب في عيدنا اليوم يجد أنه جاء بعد عبادة، وعيد الأضحى يأتي بعد الحج الأكبر، كأن هناك رسالة موجهة تقول لنا إن أعيادكم ترتبط بالطاعات. عيدك الحقيقي أن تكون في حال رضا عن الله، في حال طاعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يعيشون كالأنعام لا حظ لهم في الآخرة، إنما يرتعون. ولذلك انتظر وانظر وتأمل، العيد يأتي بعد صيام وبعد حج. لماذا؟ لأن الله يقول لنا عيدك الحقيقي أن تكون ترضى من الله، أن تعبد الله، أن ترضى عن حياتك، تعيش باستقرار. انظروا إلى نسبة الانتحار في العالم الغربي، كم الذين يقتلون أنفسهم تعاسة ثم بعدها تعاسة، ضنك ما بعده ضنك. الحياة الحقيقية أن تعيش مع ربك سبحانه، مع ربك سبحانه، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعلم أن الله سبحانه لا يفعل به إلا ما يصلحه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. فالله يختار لك ما يصلحه، فأنت مخلوق، والله عز وجل أدرى بحالك منك. ولذلك لو وصلك إلى نفسك تضل، كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تكني لنفسي طرفة عين أبدا، فإن وكلت إلى نفسك ضعت
إنما إذا رآك الله يحول بينك وبين المعصية يوفقك للطاعة. أيها الأحباب الكرام، مضى رمضان وهكذا عمرنا سيمضي. انتهى رمضان، انتهى شهر التراويح، شهر التسابيح، شهر المغفرة، شهر الرضوان، شهر القنوت والدعاء، شهر الصيام، شهر الصبر، شهر البعد عن الشهوات. مضى، لكن هل تنقض الطاعة بانقضاء رمضان؟ هل تنتهي العبادة بانتهاء رمضان؟ إن رمضان قد ولى وفات، فمن كان يعبده فإنه قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أناس لم ينتفعوا بصيامهم، لم ينتفعوا بقيامهم، انخدعوا من رمضان وقيامهم، انخدعوا من رمضان وحالهم هو. هل ستترك الجماعات؟ هل ستعود المساجد تهجر وتشتكي إلى الله بعد أن كانت مزدحمة بالمصلين؟ أين رواد المساجد بعد رمضان؟ إن الله يقول لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يحتضر، يتوضأ للصلاة، ثم يقف على قدمه فلا تستطيع قدمه أن تحمله، فيهوي إلى الأرض، فيقوم ويعيد الوضوء، يريد أن يذهب إلى المسجد ليصلي بالناس، إصرار على الطاعة والعبادة. فلما حدث قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هكذا أيها الأحباب. ثم يقول في آخر حياتي: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالصلاة، لا تضيعوها في هذه البلاد، لا يرفع الأذان. فكيف توفق بين عملك وبين طاعة الله؟ لابد أن تعظم الحرمات، لابد أن تنتبه إلى الطاعات، لا تنجرف خلف الشهوات، لا تضيع حتى إذا جاءك الموت تتمنى أن تعود إلى الدنيا. حياتنا قصيرة، فعمرها بطاعة الله، واستعد في كل صباح ومساء لملاقاة ربك سبحانه. لا تضيع الصلاة، عظم شعائر الله سبحانه في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما لعملك أوقات.